السلام عليكم. جيت ماشي اول مره نجي لمعرض الكتاب اللي هو معرض الصراحه كنفتخر به، الملحقات اللي فيه، المستوى اللي وصل ليه، وهذه ماشي اول مره انا حضر ليه. حضرت هذه المره نقدم روايتي الجديده اسود وابيض. هي روايه تاريخيه فيها القليل من الخيال والكثير من الحقيقه. هي كتناول حقبه معينة في التاريخ الإنساني من منظور ثاني، من منظور آخر، لأنه ربما لو تغير الظروف لتغير الحاضر الآن. رواية أدعوكم تقرأوها وإن شاء الله إن شاء الله تنال إعجابكم. هذه أول رواية، رواية أسود وأبيض، هي أول رواية عندي. الولايات المتحدة الأمريكية دخل في سياق الرواية، داك الشيء علاش حقبة تاريخية 1700 تقريبا في الولايات المتحدة. ربما قلت في أول صفحة، قلت أي تشابه في الأسماء هو محض صدفة، ولكن ربما ما يكونش محض صدفة. خليت الباب مفتوح، أدعو القارئ يكتشف هذه الحقيقة هذه في أثناء قراءته إن شاء الله الرواية. هي رواية كتتكلم على الحرية، كتتكلم على الحرية من منظور ثاني، وربما لو كما قلت سابقا لو تغيرت الظروف كتشوف نشوف السياق التاريخي، ربما لو تغيرت الظروف لا تغير الحاضر، لأن الرواية تعني بمفهوم الحرية، مفهوم العدل، مفهوم الحق. ونتمنى تنال إعجاب القراء الكريم.